سيرا سيرا قميرا منيرا أكبر الخلائق سيد الملائك مبين الحقائق أخضر الورى أزهر الكائنات عمدة رفيقا قروة رهيلا أسوة كميلا نظمة عجيما حجة نزيما بصغر مبين بقيت نزيم بجسم نجيم بحاشية نكيم بعجب نزيم بفتك نزيم برتك عجيب بنسب نزيب بخوق جزيم بطوق نزيم بلطف كريم نظم جزيم وحسب مزيم وجسم جسيم وروح قديم ونور مبين حضور مدين وطور بنظم حزاقة بلياقة وولاية بأمانة وبهدة وبهجة وبمرفق وبنظمة وبهزمة وبنظامة وولاية وأمانة بالجديد بعزم نزيم بفكر عزيم ببيت جزيم ببيت أليم بحيط قزيم بفيت جزيم بنظم مديم بفتب جزيم بقطف نزيم بنتك نزيم بنتك نزيم حاد جديم عالم كريم عابد يتيم در أميم بحر معين سراج منير بدر منير بعذب جزيم بشيط نزيم بهدة الجزر وببدة الشزر ومزر وأزر ونزر وبزر قاتل الكفر بادي البشر نازم النذر جازم الأدر حاتم الندر بادج البدر بادن النظر عالم القدر غالب القدر ثم بدر وجدر وعدر ونظر ثم صيد ثم عبد ثم نظم ثم اوهي الي اوها الى عبده ما اوها ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى ثم نزل ثم هبت ثم بزت ثم زبت ثم ربت بليل جزيم سراج منير بمعراج قديم وندب نزيم بلطف بزيم بسبحان كريم بلطف جزيم ثم نشهد أن من هو الإمام ثم نشهد أن هو خير الأنام من الله الإنعام دافع الأعلام عاذر الكلام أعلم عالم كالم عالم بسجة الجزمان حجه الأضبى نزمه الأضبى دعا
دلائله العظبى محافله الجزبى نهامله العظبى دلائله بحجة قاطية وطاهرة وماهرة وجائرة متقنة ومذقنة ومسخنة ومؤمنة ومؤمنة مؤمنة مشرفة مزربة مقمرة مقدرة مؤثرة معترة منورة بجسم نظيم بآيات القرآن الكريم ثم نشهد أن من هو الإمام خير الأنام عليه الكلام بهد بالإنام ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا هو الإمام رونق جدراننا هو الإمام هادي ندامنا هو الإمام آدي جزيمنا هو الإمام راوي غليلنا هو الإمام شافي عليلنا هو الإمام عادل جزيمنا هو الإمام ثم نشهد أنه الإمام إمام الأئمة بيده العزيمة بنزم الكزمة بأدب الأخلة بأدب المزلة اللهم نشهد أنه رسولك وخليلك وعبدك وجذبك ونزبك ونهزبك وإلمك وحلمك وعميلك وخليلك ودليلك بالبيان الكريم راضي بيدنا بوحدة رب جليلنا بتوحيد نزل الجزيمنا ثم نشهد أن سيدنا مسيدنا وأسعدنا سعيد أسعدنا سعيد مسعودنا سيد مسعودنا سيد أحمدنا أحبابنا أجدرنا أكبرنا أكبرنا أمرنا آبرنا أعملنا آبلنا أنوانا آنبنا أزملنا أهلنا أدبلنا أجدرنا أزبرنا أتقى أبدا أجدا أولى أعلانا هو التقوى بجميلنا بجميل حجتنا بجميل سجرتنا بجميل نظمتنا آدي جناننا رونك إيماننا مبين قرآننا بآدي زياننا بالحق باللساننا باللطف لساننا بحجة ونظم ووزم وختم وبيد وجزب ونظم أتن جزو ونظم وزو غسل وغسل وجسل وأصل ونسل وباي جزيم ببايات الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على صلوا عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على وزك محمد ونسه محمد وعدل محمد نزل محمد وسره محمد وعل محمد وصف محمد على آل محمد جمل جمال محمد كمال محمد زمل أزمال محمد رمال محمد أزمال محمد إهدمال محمد بخت
تخت وقت اقبال محمد احوال محمد صلی علی محمد عظم محمد جمعت الامت مفرت عصبت حجرت محمد اللہم صلی علی حج بج سج حجب محمد اللہم صلی علی جسم نظم جسم مسم اصل نسل فضل محمد اللہم صلی علی جزو بزو نزو بطن شجو عظم نظم محمد حنین بدر محمد اشار فجر محمد زہر اثر محمد سفر اثر محمد بر بحر محمد شگر نظر محمد فقر قبر محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل محمد ملل محمد مذہب محمد مزل محمد مذہب محمد مسلک محمد محبت محمد منزل محمد مجبر محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علی